فقط. وربي يسترنا من فتنة جيناه. وربي قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أنا كي شوف منكر وقول يا ربي استرنا أحضرنا. ما وتتحارب يا ربي ومش مرشد. مش توا واحد توا ولو كنا سكت تحارب يا ربي. صغارا وكبارا. لم تقيك محمد. أي. هذه حلقة الرسول ربي. مش حلقة يعني. حلقة العلم يجب عليه. لو كنت في اجتماع متقي. وهو يتخفق. وانت تقول يحيى. وهو تبي. ديما اداب. ديما اداب. ما عندناش الاداب الاسلامية مش موجودة. الله غالب تكون علمها لنا. كماش. كما فسق وفجور ونفاق. الامة. عاد قلنا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكذلك حديث آخر خيركم من تفقه في الدين. ما هو الكثير يصلي بعض الدين تاعه. بارح صلاة المغرب جاء واحد من مش يصلي العصر عاد نستنوا فيه تيمم بعد ما كمل هو كتيمم هو تيمم فهمت؟ من بعد جاي يصلي المغرب. قلت له ودي وش فيه؟ خلي موسى يتيمم. مسكين يعرفش. يعرف كل شيء. كان تقول الماتش نتاع شكون اللي غلب تو يقول لك هو. فيوريه لك الاول. فهمت؟ الدين هو يعرف. بس. قلنا له بيت يمن. قام واحد اخر كان عمره عالم دكتور عالم. دكتور مش دكتور هو تراكتور. فهمت؟ قالوا موسى يتيمم هو. ما هو تيمم هو شفتوا الجهل الامه بالامه بدينها كل شيء يعرفوه كل شيء الا الدين ومش قابلينه ثاني الحربوش هذه مش قابلينه انا نقول لك حتى اللي حضروا في الجامع مش قابلينه عليك مش قابل لان الداعيه شو مثابته هو الداعيه هو مثابته مثابه الطبيب يفحص الداء ثم يعطي الدواء ولهذا قالوا يشترط في الداعية ويشترط في الخطيب أن يكون من أهل القلب عليه قال مش يعرف مش يعرف المفاسد نتاعه مش يعرف الجو شو الأمراض الاجتماعية مش هو الدواء اللي يجي للجامع مش يسمع الدرس ولا يشوف يسمع الخطبة مريض مش جسما مريض روحيا واحد مريض بالكذب واحد يكل في الرشوة واحد كيما سألني تو في القرض ما قصرجته القلب بطل من القلب الكرم بطل منها لأن فيها الباء لأن اسمع الكلام هذا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأنت تحارب الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله عدل خاطر اسمع الكلمة هذه واحد يأكل في الرشوة يأكل بنته متبرجة يأكل مرته كيف متفسخة أخلاق فاسدة يحكي لي شاب يسكن في جار جماعة جارهم قال البنت اسمع قال اشرب راكم تشربوش امشي اصحى انت صاحبك هي اشرب راكم تشربوش يا تضحك هذه ضحكة هذا يندب يقطع شوايش اللي ما عندوش ضمير وضميره ميت ضميره ميت احنا مسلمين هذا احنا أمة خير أمة أخرى للناس هكذا قال فيها ربك ببركة حبيبي محمد تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لماذا كانت الأمة خير أمة لأنها تأمر بالمعروف أصبح اليوم المنكر معروفا والمعروف منكرا ماذا خيركم من تفقه في الدين من يخرجون